إلى متى يعود تاريخ الأرمن الكاثوليك في أرمينيا؟ كيف بنيت الكاتدرائية المكرسة للشهداء القديسين في مدينة كومري ومتى؟ كيف تتوزع الرعاية على الأبرشية؟ جملة محاور وضعتها تيليلومير ونورسات على طاولة المونسنيور كارنيك هوسيبيان خوري رعاية كنيسة العذراء مريم في بانيك ورئيس جمعية الأرمن الكاثوليك في أرمينيا، جورجيا، روسيا وأوروبا الشرقية. قبل بادي إيزي بدء قدم المونسنيور كارنيك نبذة عن تاريخ الأرمن الكاثوليك في أرمينيا قائلا: الخطوة الأولى كانت ب 2008-2009 اللي المطران الثاني المطران على الأبرشية اللي هو المطران نيشان كاراكيهيان هو حط أول مخطط لإنشاء المعماري لإنشاء بناء هالكاتدرائية ب 2008-2009 وبعدين ب 2010 كمان أجا حضرة المونسنيور فاهان أوهانيان هو اللي خلص الموافقات الأمنية من الدولة وحصلنا على الموافقة الأمنية حتى نبني هالكاتدرائية اللي نحن اليوم موجودين فيها. والعمل استمر من 2010 إلى 2015 خمس سنين تقريبا بناء هالكاتدرائية اللي نحن موجودين فيها. طبعا الافتتاح كان تدشين الكاتدرائية كان بتاريخ 24 سبتمبر 2015 مثل ما قلنا تزامنت مع الذكرى المئوية للمجازر الأرمنية وكان بيوم تدشين الكاتدرائية ممثل قداسة البابا فرانسيس الكاردينال ساندري. هذا وتتميز الكاتدرائية بالرسومات الأرمنية وما يميز كنائس الأرمن الكاثوليك هو أن الهيكل الرسمي الرئيسي مخصص دائما للعذراء مريم كما أنه يجري التحضير لأيقونات أرمنية جديدة كي تزدان بها الكاتدرائية لا سيما لوحة القديس كريكور ناريغاتسي. وعلى خط موازن تعيش الكنيسة في كومري كخلية نحل بالنشاطات والصلوات والاحتفالات محافظة على تراثها وعاداتها. وفيما خص أوضاع الرعاية البلدان التابعة للأبرشية استعرض المونسنيور كارنيك عدد الكهنة الذين يخدمون في أرمينيا، جورجيا، روسيا وأوروبا الشرقية. في أرمينيا هناك 9 كهنة يتراوح عدد المؤمنين فيها 120 ألف مؤمنا ومؤمنة. في جورجيا 5 كهنة عدد المؤمنين فيها 30 ألف مؤمن ومؤمنة. في روسيا 3 كهنة عدد المؤمنين فيها 30 ألف مؤمنا ومؤمنة. أما في أوكرانيا هناك كاهنان وعدد المؤمنين 15 ألف مؤمن ومؤمنة.